مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. نعم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. فقال أعد أعد ما سمعت. قل مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. فقال نعم. إنهما لا يعذبان هما الحديث. أي نعم. شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة. قال ما يعذبان في كبير. أي نعم. شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة. نعم. وبالقطع الصحابة أفضل من ممن بعدهم. فهل يدل هذا على أن كل من مات منا سيعذب؟ لا. طيب تعذيب الصحابة. قال ما يعذبان في كبير. هذان الرجلان يعذبان في أمر عصي الله فيه. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن فعل هذا فإنه يعذب في قبره. من الصحابة. إيه نعم، لكن إذا تجنبنا هذا العمل الذي هو سبب التعذيب، فإنه إذا زال السبب زال المسبب، فهما يعذبان بهذا الشيء. إيه نعم.